يستوطن هذا الكائن الحي في الكافيهات ويتغذى على القهوة وفي بعض الأحيان الدبابيس. يحافظ على البيئة. تعتمد حمية هذا الكائن على الأسماك بشكل كبير. استهلاكه للسكر يعد خطراً على كوكب الأرض. إيش مشكلتك وياي؟ انقشر. وفي أوقات الفراغ الحبوب والصخور السوداء الصغيرة. البنك. قبل النوم يأكل الأخضر واليابس. يبا بتزوج. الساعة المباركة يا وليدي. الله يبارك فيك. انتظرني إذا تزوجت. كراون دنتال. نحن نصنع أسنانك.